Wah, ah, ya pun jadi di komputernya. المتعلق ببرامج مايكروسوفت وورد كامبين سفاس في آخر الحلقة تعاملنا مع بعض العناصر من قائمة كروم جليلة جدا ومرينا عليها مرور الكرام وتعرفنا عليها وتعرفنا على قائمة عفوا قائمة فايلز وتعرفنا على قائمة هوم كاملة مكملة وتعرفنا على قائمة المسير إلى حد السكرين شوت. طيب الجزئية اللي أخذناها في هوم وانسيرت إلى حد السكرين شوت هي جزئية كبيرة جدا جدا يعني، وهي طبعا يعني أنا بقول إنه مايكروسوفت وورد هو عبارة عن الهوم والانسيرت ونوعا ما الديزاين. الباقي القوائم ما فيها شيء، لكن البرنامج هو إمكانياته كلها في الهوم وفي الانسيرت في ديزاين نوعا ما. فاذا نحن تجاوزنا الهوم خلاص نحن نقدر نقول انه دي 30%، واذا تجاوزنا الانسيرت كمان اللي نحن لا زلنا فيه تلتها او 30% منها او 40% منها، متبقي لنا 60% منها. فنحن بالهوم والانسيرت نقدر نقول والفايل نقدر نقول انه احنا عبرنا الى حد حوالي 60% الى 50% من برنامج مايكروسوفت وورد 2019 اللي هي اخر نسخة متوفرة حاليا في الاسواق. اوكي، فبالتالي حتى نكرس الجزئية اللي اخذناها في الانسيرت والهوم، قررنا انه في هذه الحلقة نعمل مثالين بسيطات على قدر الكورس. المثال الأول هو مثال بسيط للريزومي أو سيرة ذاتية لشخص معين إكس من الناس، يعني ما مهم هو منه. حنضع فيها الأوبجيكتيفز والإكسبيرينس والإديوكيشن والسكيلز والبروجيكتس و يعني اللانجوج وما إلى ذلك، أشياء بسيطة جدا جدا حتكون في شكل صورة و هيدر فيه صورة والاسم والتفاصيل الشخصية، بعد كده تفاصيل السيرة الذاتية. طيب أنا الآن على برنامج مايكروسوفت وورد وعندي بلانك دوكيومنت زي ما اتعلمنا إنه بنعملها قائمة فايل، بنختار نيو أو بلانك دوكيومنت وبنبدأ نشتغل عليها من قائمة الفايل. بنبدأ نختار بلانك دوكيمنت ونبدأ نشتغل عليها. طيب أنا هغير اللون ديزاين، طبعا الحاجة اللي أنا هعملها دي هي لسه ما أخذناها، لكن في وقت إن شاء الله هناخدها. أوكي، طيب دي الصفحة حاليا عندي بيضاء فارغة ما فيها أي شيء. أنا عملت صورة، عفوا بعزلان ثاني، بنحتاج ملف واحد فقط ونشتغل عليه، الريوزمي أو السيرة الذاتية بصورة مبسطة. يعني الموضوع نحن ما حنتعمق فيه ولا نحن بصدد تفاصيل السيرة الذاتية للشخصية اللي نحن عايزين نتكلم عنها، لكن إنما هو الموضوع مثال لتوضيح الفكرة كيف إنه نبني الجانب بتاعنا باستخدام مايكروسوفت وورد. دي صورة لشخصية، شخصية من الشخصيات اللي معروفة، شخصية اسمها ستيف جوبز. هنضع مثال بسيط كسيرة ذاتية لهذه الشخصية ونبدأ نستغل، نقول بسم الله، نبدأ نشوف عندنا في قائمة انسيرت إنه نحن ممكن نعمل انسيرت لشنو، في قائمة هوم ممكن نعمل ستايل وتفصيل لشنو. طب أول حاجة إحنا عايزين نعملها، عايزين نضع الصورة بتاعت هذه الشخصية هنا في الحتة دي، ونبدأ ننسق على الصورة ونضعها بشكل معين. طيب هي الصورة بتاعتنا زي ما هي، زي ما اتعلمنا من قائمة insert، نمشي إلى picture، نختار this device. بمجرد اختيارك ل this device بيطلعك على الويندوز اكسبلورر وبتمشي للديسكتوب محل ما انا خدت الصوره، وبضغط على الصوره دبل كليك
وابتدي معاي الصورة. لاحظ ان الصورة، لاحظ ان الصورة كبيرة جدا جدا. اتعلمنا انه من هنا نمسك الماوس ونصغر الصورة الى الحجم اللي نحن، الحجم النهائي اللي نحن عايزينه. طيب اول حاجة عندنا في الفورمات ممكن نعمل للصورة اننا الفلاتر بتاعتنا، ممكن نضع الصورة بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا او بهذا او هذا وهكذا. تعلمناها طبعا، دي الفلاتر بتاعتنا. انا على سبيل المثال اختار دي. لاحظ ان الصورة شوية كده بقى فيها خلفية اجمل. عندنا الفورمات اما بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل، نضعها مثلا بهذا الشكل او بهذا الشكل، بكده بتكون افضل تماما. حركها يمين شوية كده تمام. بالتالي نحن وضعنا الصورة في المكان ده. انا هضع شكل، الشكل هاخد فيه المعلومات الشخصية بتاعت الشخصية دي. طوال همشي من قائمة انسيرت عندي الشيب، اختار الشيب، اختار المربع مثلا وارسم شكل المربع هنا واحركه بحيث انه يصبح في المحاذاة مع الصورة. عندي الفورمات بتاع الشيب مثلا، انا عايزه بلانك فاضي كده، وعايز ابدا اكتب جواه بضغط رايت كليك قلنا وبختار تكست اوكي. بعدها مثلا بكتب اسم الشخصية ستيف جوبز، وانزل صوته جديد باستخدام علامة الانتر مثلا من الولايات المتحدة USA. نعمل المسافة من مثلا نيويورك مثلا يعني. ليس هي إجابة حتمية، ولكن يعني نعتبر انه مثلا من نيويورك مثلا. عفوا خطأ في اوكي. وعندنا مثلا تاني مثلا الشارع اللي ساكن فيه 2 3 1 مثلا ستريت. دي معلومات السكن والبلاد والولاية الخاصة بستيف جوبز، ورقم التلفون بتاعه مثلا 0123 3 9. أي رقم ما مهم، وفاصلة كده نعمل له إيميل ستيف جوبز مثلا 1987 مثلا مثلا يعني gmail.com. هي معلومات ليس إلا يعني ما تفرق بشيء. ننزل سطر جديد ونقوم بكتابة حسابه على الفيسبوك مثلا http://. أو كورن كورن نقطتين أولا من الكيبورد، شيفت مع كاف إذا الكيبورد بتاع العربي، ودبل سلاش، وبعد كده تكتب www.facebook.com/ستيف مثلا ستيف دوت جوبز دوت 7 اوكي. نلاحظ انه شوية شوية ابتدى عندي الشكل ابتدى يظهر. وبعد كده بجي باخد مثلا الاوبجيكتيف بتاعته، الاوبجيكتيف مثلا بعمل انسيرت لشيب، عفوا مع صورة انسيرت لشيب شيب، او مثلا اجي هنا اضع الماوس هنا في المكان ده واجي الحتة بتاعت الشيد. لو بنتذكر الشيد كان بنشتغلها من الهوم، من الهوم كان بنمشي وين مثلا نكتب الاوبجيكتيف. طيب الصورة بدأت تتحرك، رجعها مكانها او ننزل سطر جديد بالكلام حتى تطلع الصورة.
بعد هنا لحظة، أوكي نواصل من جديد، نواصل من جديد في موضوعنا. نعمل insert من جديد لل shape آخر، مثلا هنا من قائمة shape نختار هذا الشيب ونرسم shape بالصورة دي ونخليه على اللون الأزرق. نختار edit add text كالعادة ونبدأ نكتب مثلا ستيف اوبجيكتيف، نكتب ستيف اوبجيكتيف. نلاحظ انه النص موجود في فيكتورز، لاحظ انه النص موجود في المنتصف. ممكن من قائمة هوم نضع النص في أقصى الشمال ونبدأ نعدل على الحجم، مثلا خليه 18. لاحظ أصبح بصورة أفضل. نشوف خط من الخطوط الإنجليزية الجميلة، هذا بيكون أفضل كعنوان. أوكي، بهذه الطريقة ابتدى الشكل شوي شوي ماشي، شوي شوي تحسن. وطبعا انت راح تستمر يعني كل شوية تعدل وتعدل لحد ما تصل للشكل اللي انت عايزه، لكن نحن هنا بصدد الدراسة فقط، والتعلم ليس إلا وليس بصدد الاحتراف. فنجرب ونضع الشكل مرة أخرى، نضع فيه الأوبجيكتيف، المين أوبجيكتيف لستيف جوبز، ونخليه بلانك عشان نبدأ نكتب عليه. مثلا add text، مثلا نقول له ستيف please want to become big business man in the world. Okay. نبدأ ننسق الكلام، نشوف من قائمة هوم نختار حجم الخط مثلا 14 أو 16 يكون أفضل، ونضع الكلام على الشمال و بعد كده نشوف خط، طبعا بعد تحديد الكلام يعني خط مناسب بالنسبة له من الخطوط الإنجليزية. مثلا اختار هذا الخط، بالتالي أصبح حاليا عندنا الأوبجيكتيفز والصورة والمعلومات الشخصية تم بنائها بصورة مبسطة و دون اي ادنى صعوبه. ممكن نزود هنا شويه بحيث كلهم يكونوا على حد واحد. بعد كده ممكن نضيف الـ experience، مثلا عنده experience من جديد شيب، أو دعك من هذا، خلينا ننسخ هذا الشيب وننصه باستخدام كنترول سي كنترول في من الكيبورد. نرجع شوية كده. بعد ستيف جوبز اوبجيكتيف مفترض تجي ستيف جوبز ستيف اكس experience. experience. اوكي، وننسخ هذا الشكل ونلصقه ونبدأ نغير على النص اللي مكتوب في داخل الشكل. مثلا
في العام 1995 start work in software company named as Mike Technoson. Okay. في العام 1000 نكبر الشيب شوية حتى يكون هذا الكلام ظاهر. في العام 2000 العام مثلا 1998 start his company أفضل. دعكم هذا ما تحب الشيء لحد ما ناخذه. دي اللي مثلا الجزئيه بتاعت الاكسبيرينس. بعد كده لاحظ ماشيين تمام. بعد كده عندنا الادوكيشن. الادوكيشن كذلك تاخذ هذا كوبي وتضغط على كنترول يحدد لك الثاني وتضغط عليه كليك وكنترول سي كنترول في والصاق وتنزل تنزلهم للأسفل. يبدو أنه اتضح الفائدة من برنامج مايكروسوفت وورد. هنا مثلا ستيف إديوكيشن تعلم مثلا سنة 1990 ستارت بكالوريوس إن مثلا IT in Harvard University. اوكي. مثلا عنده ال degree الخاص به مثلا كان very good. كان مثلا very good with GPA أو هو المعدل GPA اللي هو المعدل 3.1. أوكي لا تشغل بالك بالخط الأحمر حنعرف حنعالجه كيف في وقتها. أوكي just now simple example افتكر بمجموعة من النصوص والشيب قدرنا نصل لشكل بسيط بسيط جدا جدا ممكن مع مرور الزمن والاحترافية تصبح أكثر تعلم. في هذا الدرس نحن كده بنكون طبقنا مثال على الصور والفورمات الخاص بها والشيب والنصوص والتعديل على الشيب وتنسيق بعض النصوص من الفنس وما إلى ذلك. أوكي نعاود ونشتغل على مثال آخر ليكون أفضل ونقول ثبتنا المعلومة شوية. نشتغل على مثال التيبل. زي ما شايفين أنا ما عملت شيء إلا غير حضرت التيبل عادي من قائمة insert. تمشي على insert table وهو ده التيبل اللي تضعه بالحقيقة اللي انت عايزة زي ما شرحنا سابقا وبتضع فيه القيم دي بتبدأ تكتبها عادي من الكيبورد ودي عبارة عن نصوص كتبتها خارج التيبل عادي جدا ما فيها شيء. مثلا ده عنوان student lab mark sheet وده اسم الطالب والكلية اللي بتبع عليها والقسم اللي بتبع عليها ودي المواد والدرجات في الassignment والhomework والclassware والfinal mark. هي مجرد داتا وهمية ما لها أساس إنه الغرض هو ليس البيانات. الغرض هو التنسيق على التيبلز في وجود داتا معينة. ونص إنه أنت أوجدت داتا معينة وعايز تنسقها فتكون عارف إنه هتنسقها كيف في حين جاتك داتا حقيقية. أوكي just now نبدأ أول حاجة ننسق العنوان الخاص بنا. فبالتالي قائمة هوم أول حاجة نغير الحجم مثلا عايزين الحجم 22 24 مناسب.
نختار خط بيدل على عنوان مثلا، غير الخط اللي اخذناه مثلا، هذا الخط مناسب جدا، نختار لون للخط مثلا اللون الكريمتي او اللون الاورنج دي. اوكي، بعد كده نبدأ ننسق على العناصر بتاعة العنوان. اوكي، نديها فونت 16 14 12 كويس 12، نديها بولد. اوكي كده افضل. نقرب المساحة شوي كده يكون افضل. اوكي، بعد كده نجي للعنصر الاول اللي بيمثل العنوان في الجدول، ونديه من ديزاين خاصية الشيدنج، ونديه شيدنج بنفس اللون اللي نحن بنستخدمه للعنوان، ونغير كذلك النصوص دي من قائمة هوم في نفس الخط. اوكي، بعد كده مثلا نجي على التابلز ونذهب الى قائمة ديزاين، نفتش عن الخيار اللي كان بيوسع الخلايا في البوردر، عفوا هذا البوردر هو في اللاي اوت تقريبا. اوكي، في اللاي اوت في الديستريبيوتد روز، ديستريبيوتد روز نلاحظ التأثير بتاعه على الجدول. اوكي، نبدأ نديت كل الروز، نضغط على سبيت روز، ما ظهر التأثير. نعم، عايز ويت سبوت اكزاكتلي بالنسبة للسيل. اوكي، نديها مثلا 2.5 بالنسبة للهايت، لا 2.5 كتير شديد، نديها 1.5 او 1.2 تكون أفضل، لا كتير شديد، فيها 0.8 كده تكون أنسب، تطلع في الشكل شيت. ونديها ويتس، الويتس يكون حوالي عفوا الويتس خليه 1.3، الهايت اللي هو 0.6، نضغط انتر وكده بتكون افضل. ونجي على التابل ستايل او عفوا الفيو بالنسبة للداتا، يكون في المنتصف اللي تكون أفضل. نجي نعدل على فونتس خاصة بالداتا من قائمة هوم، نزود الحجم مثلا 14 مناسبة، وندي هذا اللون اوتوماتيك شوية دارك. اديه مثلا باك تاين او طيب. كده بكون افضل بكون قريب بشكل أعلى. أوكي، الغرض من الكورس ممكن برضو تيجي هنا نسيت البوردر، إذا أنت عايز البوردر الخاص ب الإطار الخاص ب ديزاين تقريبا خاص بوردر، تلاحظ all borders أدانا شكل أجمل، وممكن تغير اللي انت عايزه، وممكن زي ما قلنا المرة فاتت تعمل قسطن بوردر من هنا، بوردر ستايل برضو
الكتابية وتحط البوردر في القدام اللي انت عايزه. اوكي ممكن نكمل تحدي نهاية الجدول فقط للأطراف. ناخذ بينت بوردر من جديد هنا، عفوا ناخذ مرة ثانية هنا وهنا الأعلى، كله مظبوط باللون ده. نشوف من الجانب الأيسر واشتغل معانا تمام. تلاحظ يطلع معانا بالشكل دي. ناخذ بين بوردر تلاحظ ان بوردر او التيبل فقط تصبح أفضل. وهكذا بنكون نحن وصلنا لشكل نهائي في التيبل، وأكيد أكيد هو ليس بالشكل العجيب ذاك واللي فيه من السحر والإبداع وما إلى ذلك، ولكن على الأقل يعني نحن قدرنا نوظف خصائص التيبل، في حين إنه ممكن نلجأ للي أوتس الموجودة عندنا، لكن دي التيبل اللي قدامنا دي هو صنيعتنا بكل بساطة. كده نحن بنكون طبقنا بعض المفاهيم الهوم والكوبي والبيست والبولد والاي الايتاليك ومحاذاة النصوص وما الى ذلك وبعض الستايل ومن الديزاين واللي اوت وما الى ذلك. بالمرة الجاية ان شاء الله نبدأ نواصل من جديد على قائمة انسيرت، وبعد ما نكمل قائمة انسيرت وقائمة ديزاين أكيد حنعود مع مثال من جديد، ومثال حيكون أدفانس جدا جدا.